بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. غن في النون. جهنم جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. معنى صلي الوصل أولى مع جواز الوقف. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إدغام بغنة شهيقا و لمجيء الواو بعد التنوين، والواو من حروف كلمة ينمو. شهيقا و إذا مد جائز منفصل يمد مقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. مراعاة تشديد الياء. تميز. تكاد تميز من الغيظ. تكاد تميز من الغيظ. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم. إخفاء حقيقي لمجيء السين بعد التنوين، والسين من حروف الإخفاء المجموعة في أوائل كلم البيت. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما. ضم طيبا زد في تقى ضع ظالما. فوج سألهم. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا. قلقل في الدال لأن الدال من حروف كتب جد. قد قد. قالوا بلى قد جاءنا. جاءنا مد واجب متصل لاتصال الهمز بالمد في نفس الكلمة. قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا. وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فسحقا لأصحاب. إدغام من غير غنة لمجيء اللام بعد التنوين. إذا جاء اللام أو الراء بعد التنوين أو النون الساكنة فهذا إدغام من غير غنة. فسحقا لي. فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والآن مع تكرار. بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور 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 تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب 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 السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. معاني الكلمات: شهيق صوتا، مخيفا، منكرا، تميز، تتقطع وتتفرق، الغيظ، شدة الغضب، فوج، جماعة من الكفار، نسمع أو نعقل، سماع تفهم أو عقل تفكر، فسحقا، فبعدا وهلاكا لأهل النار. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. مواضيع الآيات الكريمة: عاقبة الكفار واعترافهم بذنوبهم. وفي الآيات مطلع الآيات التي تتكلم عن جزاء الذين يخشون الله تبارك وتعالى. سورة تبارك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. وقال صلى الله عليه وسلم: سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، تبارك الذي بيده الملك. وقال صلى الله عليه وسلم: هي المانعة والمنجية، تنجي من عذاب القبر. فاللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر يا رب العالمين.